أطول موجة حر مرت على الأردن من 100 سنة، ولا كمان مرت بشهرين، متى وليه؟ في 2020 تأثرنا بموجة حر ما شهدنا مثلها من عام 1922، بلشت ب 28/8 واستمرت لحد 10/9. سجلت فيها العاصمة عمان أعلى درجة حرارة بتاريخ 3/9 وكانت 43 درجة مئوية. أما خلال طول هذيك الفترة أعلى حرارة سجلناها في العقبة 48.5 درجة مئوية. عشان تكونوا عارفين، سببها كان كتلة هوائية شديدة الحرارة مصدرها منطقة شبه الجزيرة العربية وأثرت على بلاد الشام. اسمعوا بس، هي ما كانت الوحيدة اللي بلشت بـ8 وكملت لـ9. ففي 2022 تأثرنا بموجة حر بلشت بـ27/8 واستمرت لحد الأسبوع الأول من شهر 9. لا، وفي 2010 يعني قبل 14 سنة تأثرنا بنفس الحالة، وعلى مدار 3 سنين على التوالي كنا عم نتأثر بموجات حر في نهاية شهر 8، ما عدا 2023 يلي تأثرنا فيها بموجة حر في نص الشهر، وطبعا 2024 يلي ودعنا فيها قبل لها بدون ولا موجة حارة. والمثل بيقول انه ايلول ديل مبلول، وبما انه هاي السنة سجلنا في اول يوم من ايام الشهر اقل درجة حرارة صغرى خلال 7 سنوات، واللي كانت 18.4 درجة مئوية في مطار عمان المدني، فمتى متوقع انه يكون ايلول مبلول لهاي السنة؟ تابعونا اول باول حتى تعرفوا اخر التحديثات.